تشهد مديرية ومناطق ريف أبيان حالة من الازدراء والإهمال والحرمان الحكومي في كافة المجالات، مشاريع تنموية متعرقلة وفقر مدقع وانعدام الموارد الأساسية كمياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية، وكأنها خارج نطاق خارطة صلاحيات الإدارة الحكومية للبلاد. طبعا الاختلاف كبير ما بين الماضي والحاضر في ظل هذه المعطيات. في السابق كانت المديريات النائية تحظى بدعم غير عادي من قبل السلطة في المحافظة وعلى مستوى الدولة، كونها تتبنى قضايا شبابية وقضايا مشاريع تنموية تنهض بهذه المعضلة لتشارك ضمن نسيج مجتمع في المحافظة على مستوى المحافظة ككل. لكن الآن في هذه المتغيرات والأحداث التي حصلت وجدنا أن الفرق شاسع وكبير، حيث أن هذه المديريات النائية والريفية أهملت من قبل السلطة، مما أدى هذا إلى فراغ كبير على مستوى الشباب، على مستوى النسيج الاجتماعي، على مستوى قضايا، حتى على مستوى القضايا القبلية لم تجد تلاحم ولم تجد تكاتف ولم تجد وعي في التواصل مع السلطة لحل هذه القضايا. لأكثر من عقدين من الزمن لم يلتمس الأهالي أي مساع حكومية يادة لإنعاش الريف. في كل منطقة بالريف قصة ووعود وأمل مفقود أثمرت نتائجها السلبية والمخيفة مؤخرا بانتشار المخدرات والبطالة والجريمة والتطرف، بالإضافة إلى انعدام الأمان وكافة أنواع الحقوق الإنسانية. كثير من المسائل الدخيلة علينا وهي انتشار الجرائم بشكل ملفت للنظر وملحوقة بانتشار ظاهرة المخدرات بشكل مكثف وشكل خطير بين أوساط الشباب، وهذا مما ادعى إلى انفلات النسيج الاجتماعي بين أوساط الناس. نناشد الأخوة في المجلس الرئاسي والأخوة في الحكومة والسلطة بمختلف هيئاتها السياسية والتنفيذية بالتركيز وإعطاء الاهتمام المباشر والعناية الأولوية ولو حتى النصفية. آمالنا وطموحنا في المحافظة بشكل عام هي انتشال هذا الوضع المزري الذي نعيشه من تردي للخدمات، وأيضا طموحنا كبير من المجلس الرئاسي على أمل أن يقوم بدوره في المرحلة القادمة وأن يركز على الجوانب الخدمية بشكل أساسي، وأيضا مرتبات الناس وأيضا الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي بشكل عام. تتكون محافظة أبيان من 11 مديرية، منها 9 مديريات ريفية ونائية بالمنطقة الوسطى ويافع والساحل، يعتمد سكانها على الجانب الزراعي والسمكي كمصدر دخل رئيسي. ومع التدهور الكبير للجانب الاقتصادي مؤخرا صارت الهجرة الخيار المستحيل لدى الشباب. لقناة الغد المشرق عثمان عامر أبيان.